السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. سفير بلادنا لدى الأردن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. عضو مجلس القيادة اللواء الزبيدي يترأس اجتماعا موسعا للقيادات الأمنية بالمحافظات المحررة. سقوط قتلى وجرحى بمواجهات مع ميليشيا الحوثي في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء. إلى التفاصيل، أهلا بكم مجددا. صدر القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور جلال إبراهيم عبد الله فقيرة سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، ذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة الأردنية الهاشمية. عقب ذلك التقى فخامة الرئيس بالسفير فقيرة وحثه على الاطلاع بمسؤولياته الكاملة كرئيس للبعثة الدبلوماسية في عمان والعمل على رعاية مصالح البلاد وخدمة رعاياها المقيمين والوافدين إلى المملكة الأردنية الهاشمية وبما يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اجتماعا موسعا للقيادات الأمنية بالمحافظات المحررة. وفي مسهل الاجتماع رحب اللواء الزبيدي بالحاضرين من قيادات الوحدات الأمنية مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لفرض حالة الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين. كما جدد الزبيدي التأكيد على أن التضحيات الجسيمة التي اجترحها أبطال القوات المسلحة والأمن ودماء الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة وفداء للوطن وانتصارا لقضيته العادلة ستظل محل فخر واعتزاز وخط أحمر لا مساومة فيه. وشدد الزبيدي على أهمية البقاء في جاهزية ويقظة عالية ورفع درجة التنسيق الأمني والعملياتي بين كافة الوحدات الأمنية بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية بكل كفاءة واقتدار. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن عملية الهيكل المقبلة لن تقتصر فقط على الجانب السياسي والتنظيمي للمجلس الانتقالي، ولكنها ستشمل أيضا القوات العسكرية والأمنية، وستتم وفقا لأسس ومعايير دقيقة لضمان تقديم أفضل أداء. واستمع الزبيدي من الحضور إلى جملة من المداخلات حول سير العمل الأمني خلال الفترة الماضية والاحتياجات المتطلبات لتعزيز الأمر العمل الأمني وتطويره لمواكبة تطور وسائل وأدوات الجريمة مقدما الإيضاحات اللازمة بشأنها. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك دعم الحكومة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية في هيئة مستشفى الجمهورية العام بعدن والحفاظ على هذا الصرح الوطني الذي لعب منذ تأسيسه قبل ما يقارب 7 عقود لعب دورا بارزا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة. واطلع رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مع رئيس الهيئة الدكتور محمد السقاف على مشروع إعادة تأهيل وتحسين الموقع العام لهيئة مستشفى الجمهورية عمرانيا وبيئيا وصيانة حرم المستشفى وإضافة مكونات خدمية هامة للارتقاء بالخدمات الصحية،
مشيرا إلى التصور الأولي التي تم وضعها للتقييم وتحديد المشكلات والأولويات والحلول والمعالجات لما لها من أهمية، ولكون المستشفى يعتبر الصرح الطبي الأهم في العاصمة المؤقتة عدن، ويهدف مشروع إعادة تأهيل المستشفى إلى خلق بيئة نظيفة وصحية وحماية حرم المستشفى من الانتهاكات والعبث الحاصل وتحسين صورة المستشفى، وإضافة المكونات والملحقات الضرورية لرفع كفاءة المستشفى وإعطاء مصداقية لمخرجات التعليم الطبي الجامعي ولمخرجات المجلس العربي للتخصصات الطبية. ووجه الدكتور معين عبد الملك وزير الصحة العامة والسكان ووزير الدولة محافظ عدن بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التطويرية التي تتبناها هيئة مستشفى الجمهورية، واستمرار الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية ورفع كفاءة التدريب الخاص بطلاب البورد العربي. ولفت رئيس الوزراء إلى الخصوصية التاريخية لهيئة مستشفى الجمهورية الذي وضعت حجر أساسه الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في 27 من أبريل عام 1954، ويتميز بعراقته ومكانته الاجتماعية وما قام به خلال تاريخه من أدوار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في عدن وكل المحافظات اليمنية القريبة منه والبعيدة. حضر الاجتماع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج. بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة في العاصمة المصرية القاهرة مع نظيره وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، بحث سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجال العدلي والقضائي وبناء القدرات. واتفق الجانبان على أن تقوم وزارة العدل المصرية بتدريب 20 قاضيا يمنيا في كل من المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والشخصية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإرسال المختصين في الوزارة من القطاعات المختلفة للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في المجالات المختلفة. وأكد القاضي العارضة والمستشار عمر مروان على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسعيهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية. وثمن الوزير العارضة جهود جمهورية مصر العربية الداعمة لليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، مؤكدا أن العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين تزداد تطورا على كافة الأصعدة بفضل القيادتين الحكيمتين للبلدين، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. من جانبه أكد وزير العدل المصري استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات بما يخدم القضايا في اليمن في كل المجالات. بحث وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلا واقع احتياجات قطاع الطرق بالمحافظة، وتطرق اللقاء إلى جهود السلطة المحلية بحضرموت في تنفيذ وإعادة تأهيل عدد من الطرقات بالمحافظة وسير العمل في المشاريع الممولة من صندوق صيانة الطرق. وجرى في اللقاء الوقوف أمام عدد من المشاريع الاستراتيجية على الخطوط الدولية ذات الاحتياج لإعادة التأهيل. قتل وجرح عدد من المدنيين برصاص عناصر مسلحة تتبع ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية أن عناصر ميليشيات الحوثي المتمركزة في أحد مساجد قرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على القرية عقب خلاف نشب مع الأهالي. أضافت المصادر أن إطلاق الرصاص من قبل عناصر ميليشيات الحوثي أسفر عن مقتل شخص وجرح 2 من أهالي القرية. وحسب المصادر فإن الموقف تطور إلى تجمع أهالي قرية حمة صرار قبل أن تندلع مواجهات مسلحة بينهم وبين عناصر ميليشيات الحوثي. قالت مصادر محلية أن امرأة قتلت برصاص ميليشيات الحوثي في محافظة أب في ظل انتهاكات وجرائم وحشية تمارسها الميليشيا بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة. وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت الرصاص بكثافة أثناء مطاردتها لسائق باص في منطقة مفرق جبلة جنوب مدينة أب ما أدى لسقوط ضحايا خلال إطلاق النار. بحسب المصادر فإن امرأة أصيبت بطلق ناري برصاص الميليشيا غير أنها فارقت الحياة أثناء نقلها المستشفى لتلقي العلاج. وأشارت المصادر إلى إصابة مواطن آخر برصاص الميليشيا، لافتة إلى أن العناصر التي أطلقت الرصاص من العناصر الملثمة
والتي جرى استقدامها من محافظتي الصعدة وصنعاء لنشر الإرهاب والرعب في أوساط المواطنين عقب جنازة الشاب المكحل. كشفت مصادر حقوقية عن اختطاف ميليشيات الحوثي لشاب أدلى بشهادة له تفيد بتعرض الشاب حمدي عبد الرزاق والمعروف بالمكحل لعمليات تعذيب مروعة في سجون الميليشيات الحوثية أفضت لوفاته منذ قرابة أسبوعين بمحافظة إب. وقالت المصادر أن ميليشيات الحوثي خطفت الشاب علي رسام ونقلته إلى سجونها بمدينة إب رافضة الكشف عن مصيره أو الإفراج عنه بسبب شهادته التي أدلى بها. وأضافت المصادر أن الشاب رسام هو من قام بتغسيل وتكفين الشاب حمدي وأفاد بتعرضه لعمليات تعذيب مروعة قادت لوفاته، مكذبا تلفيقات الميليشيات بهروب المكحل من السجن في رواية قوبلت برفض مجتمعي وشعبي كبير. وأكد رسام مشاهدته لطعنات عدة في جسد المكحل بالإضافة إلى وجود جرح كبير في اليد وعلامات تعذيب عديدة في بقية أنحاء الجسد. ومنذ 10 أيام تواصل ميليشيات الحوثي جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء المدينة القديمة بمدينة إب، واختطفت العشرات من الشبان، ولا تزال تفرض قيودا واسعة على حركة المواطنين وسط تهديدات وضغوطات تتعرض لها أسرة المكحل لإجبارها على تسجيل مقطع فيديو يبرئ الميليشيات من دم المكحل. قام محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي ضمن زيارات رمضانية للكوادر التي خدمت المحافظة والوطن بزيارة لفضيلة القاضي محمد سالم اليزيدي عضو المحكمة العليا بالجمهورية ومؤرخ الآثار المختص في علم الإنسان الدكتور عبد العزيز جعفر بن عقيل ومدير عام فرع الهجرة والجوازات سابقا العقيد حسين الكسادي. وقدم المحافظ خلال زيارته لمنازلهم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمنا جهود القاضي اليزيدي في خدمة الوطن في مجال القضاء وعطاءات مؤرخ الآثار بن عقيل في الحفاظ على الآثار، مشيدا بجهود العقيد الكسادي في المجال الأمني وإدارته بنجاح لفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية سابقا. ناقش من عام المجلس المحلي بمحافظة الأحجع عوض الصلاحي ومعه مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة عبد الملك ناجي تدخلات مؤسسة العون والاستجابة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني بمديرية تبن ورأس العارة والمضاربة في وأكد الصلاحي أهمية تدخل القطاع المدني في مساندة المواطنين والمزارعين بالمحافظة. من جانبه أشار مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة على أهمية دعم المزارعين في تربية الحيوانات ودعم النحالين وتوفير الحبوب للمزارعين. بدوره أكد رئيس مؤسسة العون والاستجابة التنموية مطهر عبد الجبار أن المؤسسة ستكون عونا لأبناء المديريات في إطار تدخلات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة. أشاد وكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي بجهود منظمة اليونيبس في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق. جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر منظمة اليونيبس بعدن ولقائه مهندس المدينة في المنظمة والمسؤول الأول عن الخدمات والمشاريع لمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع وتعز المهندس رمسيس أيونس. وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروع تأهيل خط مجاري المعلى والتواهي خورمكسر بتكلفة تصل إلى 7 ملايين دولار ومشاريع الطرق التي سوف تساهم فيها منظمة اليونيبس من جولة الرحاب إلى كنديان أوكسي بشراكة مع صندوق الطرق، بالإضافة إلى مساهمة المنظمة في أعمال الطاقة الشمسية في كثير من المرافق في وزارة التربية. وفي مكتب الصحة على صعيد آخر ناقش الوكيل الزامكي مع مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور أحمد البيشي نشاط المكتب والخدمات التي يقدمها خلال شهر رمضان المبارك ومدى الاستفادة من مشاريع البنى التحتية التي تقدمها المنظمة الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيبس. تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب شاحنة شفط للمياه الصرف الصحي 12 مترا مكعبا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر المنظمة الدولية للهجرة بكلفة 120 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع دعم الحلول المستدامة وتعزيز قدرات الصندوق. وخلال التسليم ثمن وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة والشراكة الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة ومساندتها الإنسانية للسلطة المحلية.
افتتح نائب مدير أمن محافظة أبين العميد ناصر مهدي ومعه مدير عام مديرية خنفر مازن اليوسفي ومدير عام الأحوال المدنية محمد الدوبحي مركز الإصدار الآلي مديرية خنفر، وذلك في مقر السلطة المحلية بمدينة جعار، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين مديرية خنفر المترامية الأطراف في استخراج البطاقة الشخصية، وكذا للتخفيف عن المركز الرئيس في العاصمة زنجبار. انطلقت بطولة الناشئين والشباب لأندية تعز بطولة الفقيد حميد عنتر على ملعب الشهداء بمدينة تعز، والتي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظ تعز نبيل شمسان، وينظمها فرع اتحاد كرة القدم تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة. دشن دور الذهاب للبطولة بمباراة جمعت ناشئي نادي الأهلي بزملائهم في نادي الصحة، والتي انتهت بفوز كبير لنادي الأهلي 8-0. أما الآن مشاهدينا إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ولمن فاتته نشرها تذكر بأبرز العناوين. سفير بلادنا لدى الأردن يؤدي لمنة دستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي. عضو مجلس القيادة اللواء الزبيدي يترأس اجتماعا موسعا للقيادات الأمنية بالمحافظات المحررة. سقوط قتلى وجرحى بمواجهات مع مرشات الحوثي في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.
وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله، إلى اللقاء.